بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع تلاميذ الخامسة ابتدائي، اليوم درس من دروس اللغة العربية اللي هو المجرد والمزيد. طيب الفعل في اللغة العربية عنده تقسيمات كثيرة. لاحظ، إذا شفنا الفعل من حيث الزمن، الفعل من حيث الزمن تاعه ومن حيث وقت حدوثه، عندنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. هذا بالنسبة للزمن. إذا حدث قبل زمن تكلم فهو ماضي، إذا حدث أثناء أو بعد زمن تكلم بزمن يسير فهو مضارع. أما إذا حدث بعد الكلام، بعد الانتهاء من الكلام، فهو فعل أمر. هذا باعتبار الزمن. طيب الفعل كذلك إذا نظرنا احتياجه إلى المفعول به، لاحظ، نقول نام الولد، نام الولد، الفعل نام فعل لا يحتاج إلى مفعول به، إذا نسموه فعل لازم. ولما نقول أكل الولد اللمجة، الفعل أكل يحتاج إلى مفعول به، إذا نسموه فعل متعدي، متعدي. إذا نظرنا إلى احتياج الفعل إلى المفعول به أو عدم احتياجه، ينقسم إلى فعل لازم وفعل متعدي. طيب الآن إذا نظرنا إلى حروف الفعل، لاحظ حروفه، لاحظ لما نقول أكل، أكل، هل نقدر نحو حرف؟ نقدر نحذف حرف من هذه الحروف؟ نقدر نحو الأ ولا الكاف؟ لا، ما نقدروش. إذا هذا يسموه فعل مجرد. بينما لاحظ لما نقول قابل، 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 نقدر نحو الألف، نقول قابلة، قدرنا نحو الألف هذه، إذن هذا فعل مزيد. الفعل إذا نظرنا إلى حروفه، هل هناك حروف يمكن الاستغناء عنها وحروف لا يمكن الاستغناء عنها؟ ينقسم إلى نوعين، فعل مجرد وفعل مزيد. عنوان درسنا اليوم إن شاء الله عز وجل اللي هو الفعل المجرد والفعل المزيد، فعل المجرد والفعل المزيد. طيب نبدأ بالفعل المجرد. الفعل المجرد، طيب سمي الفعل المجرد لأنه جرد من الزيادة وحذفت منه الحروف الزائدة، ما فيش حروف زائدة، حروف توعه قاع أصلية. مثال، لاحظ لما نقول مساحة، مثلا نام، هذا فعل أفعال مجردة ما فيهاش حروف زائدة، سموه فعل مجرد. طيب يجي تلميذ يقول لنا كيفاش نعرف إلى حروف زائدة ولا مش زائدة؟ نقول جرب أن تحذف أحد الحروف، نحي الميم تولي ساحة، نحي الحاء مسا، ما نقدروش، لا يمكن حذف أحد من الحروف. إذا ما قدرناش نحذف حرف من الحروف فهو فعل مجرد، معناه جميع حروفه أصلية، ما نقدروش نحو حرف من الحروف. طيب الفعل المجرد نوعان، زوج أنواع، فعل مجرد ثلاثي وفعل مجرد رباعي. شيء ذي ثلاثي رباعي خماسي. لاحظ في الأفعال، كي نكونوا نقرأوا في الأفعال ويقول لك ثلاثي فيه ثلاثة حروف، كي يقول لك رباعي فيه أربع حروف، كي يقول لك خماسي فيه خمسة حروف، كي يقول لك سداسي فيه ستة حروف،
كي يقول لك سباعي في سبعة حروف، لا يوجد في اللغة العربية فعل سباعي. قاعدة، لا يوجد في اللغة العربية فعل، مش اسم، كان اسم فيه أكثر من سبعة حروف، رانا في الفعل، ما كاش فعل فيه سبعة حروف، ما كاش. أكثر تقدير فعل سداسي، هذا هو الكبير كاع، فيه ست حروف، ستة. إذا لما نقول ثلاثي رباعي خماسي، معناه عدد الحروف، رانا نحسبه في الحروف. ملاحظة مهمة، الشدة أو التضعيف نحسبها حرف. لاحظ لما نقول مدة هذا فعل ثلاثي، الشدة نحسبها حرف، واحد زوج، أصله مدادة، زوج دا، نحينا دا وحدة ودرنا الشدة، إذن الشدة هذه نحسبها حرف، إذن هذا ثلاثي. لاحظ لما نقول كرامة، هذا رباعي مش ثلاثي، رباعي، واحد زوج ثلاثة أربعة، إذن الشدة ولا التضعيف نحسبوها حرف. طيب نرجعوا للمجرد، نرجعوا المجرد نوعان، ثلاثة حروف ولا أربع حروف. ثلاثة حروف عندنا كتابة، سامعة، شارحة، غسالة. والرباعي عندنا زلزالة، زخرفة، غلغلة، دحرجة. إذا فعل مجرد ثلاثي في ثلاثة حروف ما نقدروش نحو حرف من الحروف قاع أصلية. كتب، سمع، شرح، غسل، نام، كثيرة. الفعل الثلاثي مجرد أفعال كثيرة. طيب مجرد رباعي في ربع حروف، والربع الحروف كلمة أصلية ما نقدروش نحذفها، زلزالة، زخرفة، غلغلة، دحرجة، كلها أصلية. طيب إذا الفعل المجرد كاين ثلاثي وكاين رباعي فقط، ما كاش مجرد خماسي وما كاش مجرد سداسي. الفعل المجرد إما ثلاثة حروف إما أربع حروف. طيب نروحوا للفعل المزيد. الفعل شو هو الفعل المزيد؟ هو كل فعل فيه حروف زائدة، مزيد فيه الزيادة، قادر يكون فيه حرف زيادة، قادر يكون فيه زوج، قادر يكون فيه ثلاثة حروف زايدين، المهم فيه حروف زائدة. كل فعل فيه الحروف زائدة يمكن الاستغناء عن بعض الحروف. طيب وهو أنواع كثيرة، مثلا أولا المزيد بحرف، فعل مزيد بصح فيه حرف واحد زيادة، فيه حرف واحد زيادة. لاحظ هذا نوعان، إما ثلاثي ولا رباعي، تبع مليح. الفعل المزيد بحرف زوج أنواع، ثلاثي ولا رباعي، تبع مليح. معناه ثلاثي ونزيد له حرف يولي أربعة، ورباعي نزيد له حرف يولي خمسة. إذن نبدأ بالثلاثي ونزيد له حرف يولي رباعي. أخرج، قاتل، علم، كرم. نحسبوا الحروف، واحد زوج ثلاثة أربعة، هذو كاع فيهم أربعة حروف، أربعة حروف، بصح الأصلية ثلاثة، الحروف الأصلية ثلاثة وفيه حرف زائد. طيب أخرج، أصله خرج، فيه الهمزة زائدة، هذه الهمزة راهي زائدة، أخرج الهمزة راهي زائدة. قاتل، أصله قاتل، راهي فيه الألف زائدة. علم، احنا قلنا علم، راهي فيه الشدة زائدة. كرم، احنا قلنا كرم، راهي الشدة زائدة. إذن هذا فعل ثلاثي
زدنا له حرف ولا ما زيد بحرف واحد ولا وفيه ربعة. طيب الآن شيء الحروف، الحروف اللي نقدروا نزيدوها، إما الألف، الألف ألف بلا همزة، ولا الهمزة، الألف ولا الهمزة ولا التاء ولا الشدة التضعيف. إذا عندي فعل ثلاثي في ثلاثة حروف وحبيت نرجعو مزيد بحرف، إما نزيد له الهمزة ألف مع الهمزة ولا الألف وحدها ولا التاء ولا التضعيف ولا التضعيف. طيب الآن نروحو الرباعي، رباعي وزدنا له حرف ولا خماسي، هو رباعي أصله رباعي وزدنا له حرف ولا خماسي. مثلا تدحرج، تزلزل، تغلغل، تغلغل، تزخرف. طيب هذه كلها أفعال مجردة رباعية، زدنا لها حرف ولات أفعال مزيدة بحرف. وأن المزيد بحرف زوج أنواع، إما ثلاثي، إما ثلاثي وزدنا له حرف، إما رباعي زدنا له حرف. هذا رباعي وزدنا له حرف. في الرباعي اللي يزيدوا له حرف كاين غير التاء برك، التاء فقط. دحرجة زدنا له التاء، تدحرجة. زلزلة زدنا له التاء، غلغلة زدنا له التاء، زخرفة زدنا له التاء. هذا المزيد بحرف كملناه. إذا عندي فعل ثلاثي وبغيت نرجعه مزيد بحرف واحد، الألف نزيد له الألف ولا الهمزة ولا التاء ولا التضعيف، كرمة علمة. رباعي بغيت نزيد له حرف باش يولي مزيد يولو فيه خمسة، تدحرجة تزلزل تزخرف. طيب الآن المزيد بحرفين في زوج حروف زايدين، المزيد بحرفين كيف كيف، إما يكون ثلاثي ولا رباعي، ثلاثي ولا رباعي. طيب ثلاثي ونزيد له زوج حروف يولي خماسي، ورباعي نزيد له زوج حروف يولي سداسي، ست حروف. انتبه حرفين زايد بزوج حروف. طيب ثلاثي ونزيد له زوج حروف، عندنا إن دفع، إن دفع، اجتمع، تعلم، تعلم، تعارف، اخضر، اخضر. إذن هذا فعل ثلاثي وزدنا له زوج حروف ولا مزيد بزوج حروف. شم الزوج حروف؟ هذا أصله دفع زدنا له الألف والنون، هذا أصله جمع زدنا له الألف والتاء، هذا أصله علم ولا علم زدنا له التاء والشدة، هذا أصله عارفة زدنا له التاء والألف، هذا أصله خاضرة زدنا له الألف والشدة. إذا شنو هي الحروف اللي نقدر نزيدها للفعل الثلاثي بيولي مزيد بحرفين؟ عندنا الألف والنون، الألف والنون، كما اندفع عندنا الألف والتاء، الألف والتاء، كما اجتمع عندنا الألف والشدة ولا التضعيف، الألف والتضعيف، كما اخضر وعندنا التاء والشدة، التاء والتضعيف، كما تعلم. إذن الحروف الزائدة اللي تكون يكون ثلاثي زائد زوج حروف زائدة يولي خماسي، الألف والنون، معناها عندي فعل ثلاثي وبغيت نرجعه مزيد بحرفين، إما نزيد له الألف والنون، الألف والتاء، الألف والتضعيف أو التاء والتضعيف. طيب الآن رباعي، رباعي ونزيد له زوج حروف مثل اطمأن،
إطمع أن. نقول اطمأن الوالد على ولده. طيب راه فيه زوج حروف زايدين، شافوا شموما هما الالف، الالف هذه والشده اصله طمأن، هاو اصله طمأن، فيه اربع حروف اصليه، واحده زوج ثلاثه اربعه، فيه اربعه، زدنا له زوج ولا مزيد بحرفين اللي هما الالف والتضعيف. اذن الالف والتضعيف معناها عندي فعل رباعي وحبيت نرجعو مزيد بحرف كما شفنا الساعة، نزيد له تاء، رباعي وبغيت نرجعو مزيد بحرفين نزيد له الالف والتضعيف كما اطمأن. هذه في المزيد بحرفين. الآن فعل مزيد بثلاث حروف، فعل مزيد بثلاث حروف هذا فيه نوع واحد في الثلاثي فقط، ثلاثي انتبه مليح، ثلاثي ونزيد له ثلاثة حروف شي يولي يولي سداسي، مثل استقبل، استفسر، استسقى، شيء الحروف الزائدة هي است، است الألف والسين والتاء، الألف السين والتاء أصله قابلة، قابلة ثلاثة حروف زدنا له الألف والسين والتاء، أصله فسر ولد استفسر، أصله سقى ولد استسقى. إذا الحروف الزائدة الثلاثة هي الألف والسين والتاء. طيب هنا ملاحظة، طيب ملاحظة، كاين رباعي ونزيد له ثلاثة حروف؟ ما كاش، لأنه رباعي ونزيد له ثلاثة يولي سبعة. احنا قلنا الساعة لا يوجد في اللغة العربية فعل في سبعة حروف، معناه الفعل المزيد بثلاثة حروف كاين نوع واحد ثلاثي، ثلاثي ونزيد له ثلاثة. في المزيد بحرف كاين ثلاثي ورباعي، في المزيد بحرفين ثلاثي ورباعي، في المزيد بثلاثة حروف كاين ثلاثي برك، ثلاثي ونزيد له ثلاثة حروف. طيب ملاحظة، ماشي كل فعل نصيب فيه استا معناها هذه الالف والسين والتاء زائده، ماشي دائما، انتبه مليح، لازم نقلب الفعل مليح. لاحظ مثلا استمع، التلميذ احيانا يخصب يتعجب يقول لك استمع، يقول لك مزيد بثلاثه حروف الالف والسين والتاء، خطا، هذا خطا، هذا مزيد بحرفين اللي هي الالف، الالف والتاء برك، الألف والتاء أصله سمع، هذا الثلاثي زائد بحرفين الألف والتاء كما اجتمع، جمع اجتمع، سمع استمع، فيه الألف والتاء برك. السين هذه أصلية لأنه لكن نحو، كي نحو استا تقعد معا، معا مش فعل، إذا الفعل هنا سمع راهي فيه الألف والتاء زائدة فقط، لذلك مشي دائما كيصيب استا يقول لك الالف والسين والتاء زائدة. مثلا كذلك استلام، يخصب التلميذ يقول لك الالف والسين والتاء زائدة وراها الفعل لم، اذا خطا، هنا اللي هنا اصل الفعل سالمة، شيء اللي زائدة هي الالف والتاء فقط، الألف والتاء فقط، هذه السين أصلية، إذا مشي دائما الألف والسين والتاء زائدة، كما استقبل زائد الألف والسين والتاء، إذا التلميذ يقلب الفعل مليح. طيب ملاحظة مهمة،
كيفاش نعرف فعل مجرد ولا مزيد؟ كيفاش نعرف؟ عطالي فعل وما عرفتش. قلنا أحاول حذف أحد الحروف، إذا قدرت نحذف أحد الحروف فهو مزيد، إذا ما قدرتش نحذف أي حرف فهو فعل مجرد. طيب شرط، شرط مهم في الماضي، في الماضي باش نعرف إلى مجرد ولا مزيد في الماضي. ما تجيبليش مثلا تقول لي يأكل، يأكل وتقول لي راه مزيد بالياء، لا لا، هذا راه في المضارع، هذه الياء حرف المضارع، هذه هذا نرجعوا للماضي يولي أكل، وأكل فعل مجرد مش مزيد. تقول لي مثلا يأكلون، يأكلون هذا فعل من الأفعال الخمسة، راي فيه الواو والنون تاع الأفعال الخمسة وفيه الياء تاع المضارع، كنرجعوا للماضي قال لي أكل برك، إذا أكل مجرد مش مزيد. كذلك احنا اللي يكون فيه ضمير مثلا مثلا يقبلونك، لاحظ يقبلونك، عطاك الفعل يقبلونك، الاطفال يقبل اولادك يقبلونك يوم العيد، يقبلونك يقول لك مجرد ولا مزيد. هذا الكاف هذه نحوها، هذه كاف ضمير، نحو الكاف يقبلون، هذا من الافعال الخمسه، نحو الواو والنون، الواو والنون تاع الافعال الخمسه والياء تاع المضارع، رجعوا في الماضي قبل، قبل، اذا اصله قابله راهي فيه غير الشده الزائده، ها يقبلونك فعل مزيد بحرف اصله قابله زدنا له الشده ولات قبل، إذا ثلاثي مزيد بحرف. كذلك تأليف ساكنة، استمعت مثلا ولا مساحت، مساحت، يجي تلميذ يقول لك مساحت يقول لك أصله مساحة وفيه تاء زائدة، لا احنا قلنا تاء التأنيث الساكنة ما نحسبوهاش مع الحروف أبدا، تاء التأنيث زائدة لا تعرب ولا تحسب مع الحروف، هذا فعل مجرد مساحه. اذا نركز، نحذف الضمائر ونحذف الضمائر تاع المثنى ولا تاع الافعال الخمسه وحروف المضارعه ونرجعوا للماضي، نرجعوا للماضي ونشوف في الماضي اذا قدرت نحذف بعض الحروف فهو مزيد، اذا ما قدرتش نحذف اي حرف فهو مجرد. هذا هو الدرس، المجرد والمزيد ابرز الملاحظات. في الأخير بارك الله فيكم، لا تنسونا بدعوة صادقة من قلوبكم، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والتعليق على الفيديو وجامل الفيديو، واللي يقدر يبارطاجينا الفيديو جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.